وعلى هامش فعاليات القمة الأمريكية الإفريقية، عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعا مع رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنيفي لبحث مستجدات الأوضاع على الساحة الليبية. كما استقبل الرئيس السيسي عضو مجلس الشيوخ الأمريكي السناتور لينسي جراهام، معربا عن تقدير مصر للعلاقات المتميزة الممتدة عبر عقود بين البلدين. وخلال استقباله قادة المنظمات اليهودية الأمريكية، شدد الرئيس السيسي على أن مصر ستظل داعمة لأي جهد مخلص يضمن التوصل لحل عادل ودائم للقضية الفلسطينية، استنادا إلى قرارات ومرجعيات الشرعية الدولية وحل الدولتين. على هامش مشاركة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة القادة بين الولايات المتحدة الأمريكية وأفريقيا بالعاصمة الأمريكية واشنطن، التقى سيادته برئيس المجلس الرئاسي الليبي السيد محمد المنفي. اللقاء شهد التباحث حول مستجدات الأوضاع على الساحة الليبية، حيث شدد السيد الرئيس على موقف مصر الثابت من دعم جهود المجلس الرئاسي الليبي برئاسة السيد محمد المنفي لتهيئة المناخ المطلوب من أجل تنفيذ الاستحقاق الانتخابي الرئاسي والبرلماني لتفعيل إرادة واختيار الشعب الليبي. كما استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السناتور لينسي جراهام بمجلس الشيوخ الأمريكي، الذي رحب بزيارة السيد الرئيس للولايات المتحدة، مشيدا بمتانة العلاقات التي تجمع بين البلدين الصديقين، ومعربا عن التطلع لتعزيز وتطوير الشراكة الاستراتيجية التي تربط بينهما ونقلها إلى آفاق أرحب خلال المرحلة المقبلة في مختلف المجالات. كما استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي عددا من قادة المنظمات اليهودية الأمريكية. أكد السيد الرئيس لقادة المنظمات اليهودية الأمريكية أن حل القضية الفلسطينية سيمثل خطوة عملاقة في تاريخ المنطقة، وسيغير تماما من واقعها المتأزم لتبدأ مرحلة جديدة من السلام والتعاون والتنمية والتعايش السلمي.